ده صور، يعني ده صور جوي. اه والله ايه شو نطلع؟ ها انا عارف، انا عارف. ايه راح البابا طول هذا رحت. راح اروح الهاوسز وراها. ايش؟ اوكي اوكي دقيقة. اوكي سلام، هذا اشوفك يعني كذا وشوني هلا. يلا صوتي يسمن سمنش، مش اه يا مهم. ريت ما من هذا. اه تعال لقيت بابا 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 هجاب هنا. اه تتحرك زين وي وي خاف من حقي. السيف صار صمغة الشبه حتى بيلعبين قديمين خاف هاي الناني، وش ما ادري شو اسمها هاي. خاف ولا طلعوا من السيرفر. ايه طلعوا خلينا نرجع بهالبيت. طلعوا حتى هذيك البنية دخلنا بيتها عارف طلعت تحشي عربي طلعت ايش حسن بدل السيرفر احسن لنا احسن بدل السيرفر ندور اجانب وناديتها حتى نجسس عليهم نطقطق عليهم اي مو بدري سوا خنشوف اكو بيت ثاني. دقيقة خلي اشوف. دور يلا دور اي لقيت واحد، لقيت واحد. لحظة مين؟ لقيت اي منه. ايوه لا هذا رحنا على البيت مو؟ لا ما رحنا عليه. لا هذا غير شو على هذا البيت؟ لا اقعد على هذا خليفة على هذا شكله حلو البيت. شو؟ اي شوف حلو. والله بسم الله الرحمن الرحيم هم الباب مقفولة وات شنو هاي؟ هاي هم مقفولة بس هاي نفس يعني يا أدب بس هاي نفس البنية القافلة الباب كلهم هاي مجنون. هذا يا أدب سوزي القافلة البيبان كلها يا أدب سوزي ايش ما ادريني. الله الله يسود وجهي. يا والله هاي نطلع والله أريد أغير السيرفر شو هذا السيرفر اللي عفوا النفس هاي شوف بعد بيتك ويوم عودة. شو نسوي حتى لقيت في واحد عند بيه اسمه انا هم لقيت واحد، لقيت واحد لحظة بس يجوز بيكون هيل. اوه لحظة هذا عارف البيت هذا دخلت يمكن قبل لا بالعب دون والله العظيم نفس هذا هو نفس الولد والله هذا قبل والله هذا شفته قبل دخلت بيته قبل بس بعدين طلع يمكن ما ادري حذف بيته هذا يمكن هو نفسه ما ادري ابو مريم عارف. ايه طب بهالغرفة ما ادري طب طب اي ايه ايه طب 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 اجرب إيه دخلت البيت يلا دخلت البيت بسرعة فتح الباب راح راح يكون قاتل هنا. اوكي انا حطف الاضوية عالقة ما ادري ليش حتى اخوف الولد يا ابو طفت الكهرباء نيالي الولد راح يجيني والله العظيم اذبح بسرعة انحلوا ايش بيك انت؟ ايد ايش بي يمه اعوذ بالله من الخبث والخبائث انا هو ابو بريص والله ما جيت قبل شوي شفته خاف والله ما خاف كنا تدري حق راني والله موجود سكيت الباب في وجهي طلعت من البيت لا ما طلعت بس طلعت من الغرفة اي والله انا حختر ورا هاي القنفة هذا غبي شو شو هذا رسم والله ما اقدر العب جراني اي والله مو يا طلع لا شوف انت شوف ليه كفاية راح اشوف شو اسمه راح انقذك انا وراك ليه كفاية انا راح اساعدك انقذك او ماي جاد يا بو زعلوني من هذا الباب يخوف وليش تعال وينك تعال لك شنو مزح بيتي هذا طبع تعال 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 الفجرة تعال الفجرة يمكن يقدر يطير هنشوفه تعال فجرك ولك انا ما طرت انا انفجرت انا طيرت نفسي ما ادري ليش هذا رايح ما ادري وين اللي فوق الجمعة يجوز اه والله طيب دقيقة خلق هذا بس مال هول خلق طفي سبنت مال هول دقيقة هذا بيت واحد لا خلينا نشوفه لحظة خلق طفي سبنت مال هول بجهاز حماية لازم ننتظر اوكي نيالي انا ما ابي الحين انتظرك فراح اجيبك بالعربانة يعني الحين اظن تاخر تعال كيف تتحرك يلا اقعد بالعربانة نروح
طفي يا معودة طفي. عشان مش على البيت. يلا مش على البيت مش على البيت. يلا لحظة خلطوا على هاوسز. بيت ثاني. ايه لقيت بيت ثاني. ماك ساعة تدعمني. عمود كلهم شايفين دخلنا على هذا. لعز شو كان شكله؟ لعز شو كان ولد؟ بس يا ابنه بس هذا ولد محاول نفسه بنيه. هذا نفس البيت اللي يكون والله. اي. ولك هذا نفسه هذا راح يده. طيب بس شو اختفت البنيه شنو هاي؟ راحت لي جهنم. هذا بيت البنيه ما ادري وين راحت ليش بس راحت جهنم مدري وراء. يلا دسي. جبت البنية مو سيارتين كان جبت البنية ها سيارتين يا مخياتي. هي سيارة البنية فتحها اختل بالقراج. هلا اختل بالقراج مزيان لوني اخضر اقدر اختل اللي يمر اشوف بلكت ما يبين شكلها. هاي البنية هي شو ما تعرف تحط سيارة عدل. ما تعرف تطبق نقول. طيب. بقول لك بس عشان. مش شافتنا الحمد لله. شو هاي عمية مش ما تشوفني. بعد ما تعرف تفتح الباب شفتي بالله. أنا أختر من هني ندخل لي من المطبخ أحسن لأن هاي حطول يمكن نشوف. والله هذا هي خلاص شوفنا. لا لازم اجيب لازم الا اجيب مي. يلا ايه اجيب مي انا عبالي اغسل ايدي. لو شوف الابنيه انا اختي جوها الطبيعي مثل ما انت سويت. ما تشوف افهم. خل اسوي فيرست بس على المود اشوفه. يلا شنو هاي طلعت من اللعبه. شوف كم واحد موجود بالسيرفر. ولك تشوف السيرفر اربعه بس. اربعه والله كان طب غير واحد العاد. بس انا ادخل. يلا انا طلعت هذا راح انطفقت. يلا شحني اربع لحظة اروح اشحن الايباد والعب وياه. ليش كم بي ولا شحنت. يلا راح اوقف الفيديو. مع السلامة.